امرأة حضرت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، وبعد الصلاة أرادت الطواف علما بأن ليس معها محرم، بل كان يرفقها ثلاث نساء، هل يجوز لها الطواف أم لا؟ نعم لا بس ما يشترط للطواف المحرم ولا يشترط للسعي وجود المحرم، لكن إذا كان معها من يساعدها ويدافع عنها هذا شيء طيب، لكن ما يحرم عليها أن تطوف أو تسعى بدون محرم، ما يحرم عليها ذلك، لكن عليها أن تتجنب الزحام ومخالطة الرجال مهما استطاعت. نعم.